ناخد بعض الأرقام الخاصة بحصاد 2019 بالنسبة للنادي الأهلي، وفيما يتعلق بعدد المباريات اللي خاضها النادي الأهلي في 2019، 48 مباراة لعبها النادي، كسب 38، اتعادل 3، خسر 7 مرات، واجه النادي الأهلي 28 فريق، أكتر الفرق اللي واجهها سموحة والزمالك وبيراميدز كل فريق 3 مرات. عدد الأهداف المسجلة للنادي الأهلي في 2019 إيه ده، إن هو يسجل 102 هدف، عدد كويس بالمناسبة، واستقبل 26 هدف فقط، أيضا عدد كويس. عدد الكلين شيت 28، يعني 28 مباراة ما دخلش في مرمى النادي الأهلي أهداف. ده طبعا بخصوص حارس جيد عندنا في النادي الأهلي أو الحراس بشكل عام، لأن في بعض المباريات لعبهم حراس شريف إكرامي وأيضا علي لطفي. الشناوي لوحده عامل 24 كلين شيت، وده أمر مميز جدا في الحقيقة لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي. هداف العام تتخيلوا مين هو هداف العام؟ حسين الشحات، اللي كان عليه كلام كتير قوي وضجة كبيرة جدا، وحسين الشحات والأهلي دفع فلوس كتير على الفاضي، والأهلي اشترى لعيب مش هيضيف له، كلام كتير قوي زي ما حضراتكم تابعته يعني. لكن حسين الشحات جايب 14 هدف، هو هداف النادي الأهلي في 2019، فده أمر جيد جدا برضه في الحقيقة. علي معلول طبعا هو صاحب أكتر عدد من صناعة الأهداف، 13 هدف قدر يساهم فيهم علي معلول أو يصنع 13 هدف، ده أمر مميز جدا، وهو من أفضل اللاعبين في أفريقيا في الحقيقة نجم النادي الأهلي علي معلول. ركز بقى معايا في الإحصائية دي، اللاعب الأكثر مشاركة مع النادي الأهلي مين؟ هما اتنين لعبوا 43 مباراة، مين هما؟ عمرو السولية، تمام، طبعا ما شاء الله عليه لعيب مميز جدا، واللاعب التاني أيمن أشرف اللي البعض بينتقده بشكل كبير، واحنا طبعا مش بنعترض على الانتقادات، كل واحد حقه ينتقد وكل شيء، لكن الارقام دايما بتتكلم في بعض الاحيان، يعني واحد زي ايمن اشرف ده الناس بتهاجمه في بعض الاحيان بشكل كبير جدا. الاهلي كان عنده 3 مدربين في 2019، بدايه مستر لاسارتي في شهر 1، مرورا بالكابتن محمد يوسف اللي اكيد بنشكره كل الشكر والتحيه والتقدير ليه على مشواره العظيم مع النادي الاهلي، ونهايه بمستر ريني فايلر. في الثلاث مدربين لاعب ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي، وركيزه اساسيه من ركائز النادي الاهلي في الحقيقه، فده بيعكس مدى اهميه هذا اللاعب عند المدربين بمختلف جنسياتهم واهميه الاستعانه بيه، وده امر مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وواضح من الارقام كده يعني. ايمن اشرف عمرو سلاية 43 مباراه، عدد كبير جدا من المباريات، من اصل 48 مباراه، يعني تقريبا لعب كل المباريات، يعني تخطوا 90% من عدد المباريات. طيب اكبر فوز للاهلي كان 9-0 امام فريق اطلع بره. عدد مسجلي الاهداف الاهلي 20 لاعب، الحارس اكثر تحقيقا للكلين شيت دي اتكلمنا فيها محمد الشناوي، وعدد الهاتريك 2 لعيبه جابوا هاتريك في السنه دي، حسين الشحات ووليد سليمان. فدي بعض الاحصائيات الخاصه بالنادي الاهلي. لكن فيما يتعلق بالصفقات، الاهلي نجح في 2019 ان هو يجيب 10 صفقات، 10 صفقات كلهم مهمين جدا، في اطار ايه؟ في اطار سعي الاداره لبناء فريق قوي مليء باللاعبين المميزين علشان يقدر يجيب البطولات المختلفه، وده فعلا حصل، والخطه ابتدت من شهر يناير وبتستكمل حتى الان، طبعا بتستكمل حتى الان، لان الاهلي دايما او اي فريق كبير بيستهدف اللاعبين المميزين عشان يدعم بيهم فريقه ويقدر ان هو ينافس على الالقاب. دي سياسه مهمه عند النادي الاهلي، بالاضافه طبعا للعناصر اللي ممكن تطلع لك من قطاع الناشئين. وبالمناسبه احنا عندنا في النادي الاهلي دلوقتي كم كبير جدا من اللاعبين اللي هم اصلا نتاج قطاع الناشئين، حتى لو ما طلعوش مباشره من قطاع الناشئين للفريق الاول، لا هم ممكن يكونوا خرجوا، بعضهم يعني مش كلهم، ممكن يكون خرج بره ورجع النادي الاهلي. امثله كتير جدا مش عايز اقول اسماء لان ممكن ننسى بعضهم يعني، لكن لما تيجي تبص على قوام الفريق دلوقتي هتلاقي ان معظمه فعلا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اللي بيتسم دايما دايما بالشخصيه اللي لازم يكتسبها اللاعب في القطاع عشان بتاثر عليه بالشكل الايجابي دايما مع الفرق المختلفه اللي بيلعب فيها، واهم فريق طبعا فريق النادي الاهلي، فده امر مميز جدا. لكن 10 صفقات الاهلي جابهم بدايه من شهر يناير، الاهلي نجح انه يجيب مين؟ نجح انه يجيب حسين الشحات، احد ابرز الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي، والدليل ان هو هداف الاهلي هذا الموسم او هذا العام. ايضا جاب حمدي فتحي، حمدي فتحي الاهلي يعني متاثر جدا اكيد بغيابه،
مش بتكلم على المستوى الفني لان عندنا لاعبين بيعوضوا في الحقيقه يعني، لكن هو لعيب بقيمه كبيره ما نقدرش نختلف على الجزئيه دي، لعيب مهم جدا حمدي فتحي. من ضمن اللاعبين المهمين كمان محمود وحيد او محمد محمود، محمد محمود الاهلي جابه من وادي دجله، للاسف الاهلي ما استفادش بيه لحد دلوقتي بسبب الاصابات، حظه وحش، لكن لعيب عنده مقومات ممتازه ممتازه، واكيد اكيد الاهلي هيستفاد منه باذن الله بعد ما يرجع بالسلامه من اصابه الرباط الصليبي. جاله في السنه دي اوحش سنه اكيد لمحمد محمود في الحقيقه يعني في حياته كلها للاسف، لكن ان شاء الله يرجع سليم. ياسر ابراهيم من المدافعين المميزين جدا والاهلي جابه من سموحه. محمود وحيد زي ما قلت لحضراتكم ايضا من اللاعبين المميزين، الاهلي جابهم من المقصه ولاعب واضح من خلال المباريات اللي لعبها مع النادي الاهلي ان هو ظهير ايسر محترم بقدرات فنيه رائعه في الحقيقه، وبينافس طبعا علي معلول وايمن اشرف وحسين السيد المتواجد حتى الان في النادي الاهلي، بالاضافه لجيرالدو اللاعب الانجولي اللي الاهلي جابه وتعاقد معاه من اول اغسطس الانجولي، ومن اهم اللاعبين ايضا رمضان صبحي. رمضان صبحي قدر ان هو يضيف للنادي الاهلي بالجانب الفني بشكل كبير جدا، ومن اهم الصفقات. جه طبعا اعاره فعارة تانية اتمددت له في الصيف، لكن لعيب وابن من ابناء النادي الاهلي رمضان صبحي، فتواجده اكيد كان شيء مهم. كانوا 7 لاعبين بالنسبه للفريق وبالنسبه للنادي الاهلي قدر ان هو يتعاقد معاهم في شهر يناير 2019. جينا في الصيف الاهلي دعم في اطار محدود عشان يكمل البناء اللي هو ابتداه في شهر يناير. من خلال مين؟ من خلال اليو ديانج. مفيش دلوقتي حد بيختلف على الامكانيات وقدرات اليو ديانج، لعيب كبير قوي ومميز جدا. محمود متولي مدافع قوي وهيضيف لنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، هو اتصاب الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه اللي جات في ماتش الزمالك في السوبر، وتقريبا هو لعب ماتشين ولا حاجه بس، لكن اكيد نزل المباراه الاخيره امام بلاتينيوم، وان شاء الله يكون عنصر مهم جدا خلال الفتره الجايه. بالنسبه كمان لقفشه لعيب مهم قوي، انتوا واخدين بالكم من الاسماء اللي الاهلي اتعاقد معاها، اسماء مهمه مهمه جدا واثرت في الشكل الفني بالنسبه للفريق. محمد مجدي قفشه الاهلي قدر ان هو يجيبه من بيراميدز، بالاضافه لتجديد اعاره رمضان صبحي. اخر هذه الصفقات رغم ان هيتم قيده في شهر يناير هو محمود عبد المنعم كهربا، وصفقه بقيمه فنيه كبيره لا تقل عن كل اللاعبين اللي جم النادي الاهلي على مدار 2019. التعاقد تم في 2019 من اسابيع قليله في شهر 12، وهيتم تفعيل التعاقد ان شاء الله بدايه من شهر يناير، فهو يعتبر من اللاعبين اللي جم في شهر 12 يعني، لكن اول مباراته هتبقى في العام الجديد باذن الله، ربما ربما تبقى مباراة مصر المقاصة بكرة، هنشوف طبقا للإجراءات ممكن تنتهي إمتى بخصوص كهرباء. لكن شغل كبير جدا بيقوم به المسؤولين في النادي الأهلي بخصوص الفريق الأول. طبعا في إحصائيات أخرى بتتعلق بكل الفرق في النشاط الرياضي في النادي الأهلي، لكن طبعا في برنامج مثلا ألعاب السلطات هو متخصص في جزئية الألعاب الأخرى هيقول لحضراتكم أكيد كل هذه الإحصائيات إن لم يكن قالها إمبارح يعني. فأمر مهم جدا وشغل جيد جدا قام به النادي الاهلي هذا الموسم، لكن في النهايه واحنا بنتكلم عن اصعب مواسم النادي الاهلي في تاريخه او اصعب عام في تاريخ النادي الاهلي هو عام 2019 بسبب التحديات الكبيره. من ضمن التحديات دخول النادي الاهلي في بعض الصراعات غصب عنه. زي ايه؟ لو تفتكروا في 2019 قبل بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر بتاعت الكبار اللي خرجنا فيها من دور ال 16 دي، كان الاهلي عايز ايه؟ الاهلي كان عايز يخلص الدوري قبل البطولة. ليه ساعتها؟ عشان يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص لكل الفرق مش للأهلي بس. لكن للأسف زي ما حضراتكم فاكرين طبعا تم مجاملة أحد الفرق الأخرى أو يعني اللي حصل يعني. قال لك لا مش هينفع نلعب البطولة بعد، لأن كان في مجاملات بصراحة. كان في الاتحاد السابق بعض الأشخاص في الاتحاد السابق عشان ما عممش يعني. اتحاد الكرة المصري. فبالتالي كان واضح جدا إن الموقف اللي كان واخده النادي الأهلي هو الصحيح. وهو اللي كان في صالح الكره المصريه. جه قال لك لا احنا هنلعب بعد بطوله الامم الافريقيه، واصل في لعيبه مش عارف ايه اتصابت، واصل في لعيبه ايه، واتضح ان في الاخر ايا كان حد اتصاب في فرق ثانيه ما اتصابش الاهلي بياخد البطوله في الاخر، ان دي حقيقه من خلال مجهود وتعب. منافسه طبعا كانت قويه ومحترمه داخل الملعب في مع بعض الفرق سواء الزمالك او بيراميدز في السنه دي، لكن المواقف بتفضل او بتخلد في التاريخ لما خصوصا لما تكون مواقف في صالح الكره والرياضه المصريه. للاسف النادي الاهلي كان بياخد وبيسلك الطريق الصحيح، لكن البعض الاخر كان بيختار الطريق الخطا، لان الطريق ده هو اللي ادى لخروج المنتخب المصري من بطوله الامم الافريقيه بشكل مغزي من دور ال 16
بسبب توقف بطوله الدوري، بسبب ما كانش في مباريات، والامر كان واضح يعني في الحقيقه. وللاسف الموقف بيتكرر برضو مع نهايه 2019 ساعه لما تم تاجيل مباراه الاهلي والزمالك، واثرت على المنتخب الاول برضو في تصفيات الامم الافريقيه، تعادل مع كينيا وجزر القمر. وده كان بناء طبعا على كلام المدير الفني اللي قال لك ساعتها ايه، المدير الفني كابتن حسام بدري، قال لك ايه؟ قال لك انا تاثرت بغياب البطوله بطوله الدوري، ما كانش في ماتشات، فبالتالي اللاعبين متاثرين مش في الفورمه. فدايما لما الاهلي بياخد قرار، واحنا مش بنقول كده عشان احنا في قناه الاهلي يعني، لا دي حقيقه والله، لما تيجي تفكر فيها كده هتلاقي ان الاهلي بياخد القرار الصح في معظم الاوقات، لان وارد، بالمناسبه وارد، مش عايز افخم قوي في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي طبعا هو بالنسبه لنا النادي الاهلي ده كل حاجه، النادي الاهلي ده اكبر حاجه بالنسبه لنا في كره القدم طبعا، تيجي مصر النادي الاهلي بالنسبه لنا او بالنسبه لجمهور النادي الاهلي يعني. لكن وارد ان انت تاخد اخطاء تكون موفق فيها، او تاخد قرارات تكون موفق فيها وقرارات ما تكونش موفق فيها، فده بيحصل في اي مؤسسه في الدنيا. لكن دايما الايام هي اللي بتثبت مدى صحه قراراتك او خطا قراراتك. فده كان شيء واضح جدا خلال عام 2019 بالنسبه للنادي الاهلي، عام الاراده والتحدي بالنسبه للفريق. والتحدي كان الابرز في الحقيقه، رغم ان بطوله دوري ابطال افريقيا هي كانت الاهم، لكن التحدي الابرز كان بطوله الدوري العام في ظل منافسه احنا كنا مفتقدينها في الدوري المصري، ما كانش متعود النادي الاهلي ان يكون في منافيه من ناديين كبار ومحترمين جدا، نادي الزمالك نادي بجماهيريه كبيره طبعا ما فيش حد يقدر يختلف، وبامكانيات كبيره ودعم صفوفه بلاعبين كبار جدا ومبالغ ماديه قد كده، وايضا بيراميدز كذلك. وفي النهايه قدر النادي الاهلي ان هو ياخد الدوري بتحدي واصرار وتدعيم الفريق برضه وقرارات النادي. فده امر كان مهم، كان لازم ان احنا نفكر حضراتكم بابرز الاحداث في عام 2019 اللي على وشك النهايه. عندنا بقى عام 2020 الامل فيه، واهم حاجه فيه باذن الله هي بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله، ماشيين فيها بشكل جيد. الاهلي هيسعى بكل قوه للفوز بهذا اللقب من خلال جهاز فني محترم جيد جدا، مستر فايلر ومعاونيه، لاعبين مميزين جدا، بالاضافه للي هيتم التعاقد معاهم او اللي تم التعاقد معاه مثلا كهربا واللاعب الجديد اللي هيجي. فكلها عوامل باذن الله باذن الله تساعد النادي الاهلي على حصد هذا اللقب هذا الموسم، مستنيين بس التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله يكون موجود وحليف النادي الاهلي. دي بعض الامور الخاصه بعام 2019، كل عام وحضراتكم بخير.